النهارده هنلعب روبلوكس، ولكن في 100 باب لازم تعدي عليهم عشان تهرب منه. لازم نهربوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوصل ان شاء الله. اجري كراوتش 31. اجري رقم 32. اوكي اتفشخنا. اوكي يا جماعه، اللعبه دي لعبتها مع اخويا اللي هي روبلوكس دورس، بس طلع التسجيل بايظ، فهلعبها المره دي لوحدي وهو نايم دلوقتي. بسجل ساعه على الصبح وهو نايم، فاكيد مش هروح اصحيه اقول له تعالى نلعب مع بعض دلوقتي. هنخش في اي باب؟ انا طبعا عارف حاجات في اللعبه. نخش في اي باب؟ نخش لوحدينا. يلا بينا نبدا اللعبه. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. دخل الاساسير يا جدعان ونخش على اللعبه. الموسيقى دي جامده، موسيقى جامده كده يا جدعان. بيقول لي ان عايزين تشتروا حاجه، هو ده بيفتح البيبان، وده فلاش لايت، ده لايتر عادي، ده اللي هي ولاعه يعني، وده فيتامين انسان اللي هي بتهيئك لما تموت. اوكي يلا بينا. وصلنا يا رجاله. الو، شكرا على الموسيقى. يلا بينا ننزلوا هنا، ناخد المفتاح رقم واحد عشان نخش على اول باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الو براذر، ايه ده؟ مين كريمت يا رجاله. يلا بينا نفتح الباب. اوكي اول باب يا جدعان عندنا هنا لوح مش عارف ايه. اوكي استنى نفتح الحاجات دي عشان بيبقى فيها فلوس هتفيدنا بعدين. في ولاعه هنا ولا مفيش ولاعه؟ اوكي يلا بينا نخش على ثاني باب. اوكي يا جدعان اللعبه دي جامده جدا، الجرافيك بتاعها جامده. ما تعرفش ان هي روبلوكس اصلا؟ ما تقولش ان هي روبلوكس اصلا، لان المفتاح من هنا بدل ما نخش الاوضه لسه. تعال نخش الاوضه نشوف فيها ايه حتى يعني الجو كده. اوكي في حاجه هنا الاوضه فاضيه دي. فلوس. اوكي خدنا فلوس، اهم حاجه الماني. يلا بينا الباب الثالث. ده رقم كام ده؟ رقم 3. يلا بينا على الثالث. هو ما فيش ليز بيد، انا عايز اجري. ايه الغباء ده؟ باب رقم 4. في حاجه هنا تتاخد. اوكي لا افتح الدراج دي. اوكي مفيش حاجه ثاني. يلا بينا الباب رقم 5. اوكي حلو جدا. في صندوق هنا، لا ده مخبأ عادي. يلا بينا ننزلوا. حاجه تاخد تاني؟ مفيش. يلا ننزلوا على الباب رقم مش عارف والله. دي حاجه استنى. اوكي باب رقم 8. يلا بينا. ايزي يا جدعان، ايزي. حاجه تاني هنا؟ مفيش حاجه. باب ايه؟ مش كان باب رقم 8؟ ثانيه بس، هو ده مش كان 8؟ 6. ده نعمه بقى. معلش يا رجاله لسه صح. اوكي نروح على الباب رقم 7. يلا بينا باب رقم 8. اوكي البيبان كلها فاضيه. ازيك يا كريمت، عامل ايه حبيبي؟ قلبي حبيبي تعالى ولعي. مين مخلصك؟ انا مش عاوز اجرب يعني. ما دفى. اوكي الدنيا ساعه، بس الدنيا ساعه بجد، هي الدنيا ساعه دلوقتي. يلا بينا نخش على الاوضه رقم مش هنا. باب رقم 10. اوه باب رقم 11 ولا الباب ده؟ تعال ننزل نشوف الباب ده بيقول ايه. عادي يعني احنا قاعدين. فلوس، كسبنا فلوس، اهم حاجه الماني. نروح هنا باب رقم 10 11 قصدي، معلش يا جدعان لسه صح، قلت لكم بقى. يبقى باب رقم 12. حاجه هنا فلوس. النور بيلعب، النور بيلعب، والوضع ما يطمنش. يلا جاي الشارع هنا. الحمد لله هربت. الو نور يا جماعه، نور. طيب مش مهم الفلوس دلوقتي، اهم حاجه نهرب من الباب ده. او الباب ده اللي جينا منه 13. الو انا مش فاكر طلعنا من باب كام ودخلنا باب كام. طيب هو فتح الباب ده يعني معناه ولا الباب ده اللي المفروض نطلع منه، ولا ايه الدنيا؟ يلا خلينا نطلع من الباب ده عشان ما نخرفش ولا على الفاضي. جاي لك استنى بس، الدنيا ضلمه هنا عندنا. يلا بينا. باب رقم 13. حاجه هنا. السلام عليكم يا اهل البيت. واو فتحت الاقفال، هتفيدنا جدا دي. اقفل. اوكي مفتاح اهو. باب رقم 14. حلو جدا. فين المفتاح؟ يلا بينا افتح يا ابني. يلا بينا لنا في الولاعه بس دلوقتي. مفيش حاجه تك تك تو. يلا بينا باب مش ملوش رقم ده. بيت الخمره. شدنا البتاع. في حاجه تاني؟ الباب اتفتح ورا، اني سمعت صوت هنا دي. تعالى ننزل نشوف في حاجه جوه ولا لا. لا اوكي مفيش حاجه جوه. نرجع تاني للباب. يلا بينا ارجع للباب اللي اتفتح. هو ده كنا راجعين من الاول، كنا لازم يعني نمشينا. ماشي يلا بينا. باب رقم 15. اوكي في حاجه هنا؟ مفيش حاجه. هو ليه في كل ترابيزه تلاقي جومه وشويه ورق ومفيش حاجه مكتوبه فيه؟ اوكي باب رقم 16. يلا بينا. في حاجه هنا؟ لا لوك. واحد بيبعت جوابات حب. ايه ده؟ ايه هو الجنب ده؟ لا ماشي، دي البتاع دي عامله ظل فمبين ان هي محروقه. السلام عليكم. مفيش حد. فلوس. عايز اقفل والله ما فتح. عايز مفتاح مش فتح يا عم. باب رقم 18. ايه الرعب ده؟
انا مش شايف حاجة نعمة. بست بست اوكي دور رقم 19 اقفل الولاعة. اوف كنتوا ليه مرعبين كده يا جماعة؟ فلوس مش مهمة، فلوس مش مهمة، اهم حاجة حب النكس. حاجة هنا اوكي، نزل السكينة كده كده مش هنروح هناك عشان خاصة مش هتلاقي حاجة، ولا تعالى نروح. يلا يلا احنا ورانا ايه غير التصوير واللعب؟ احنا فاضيين، يلا بينا. الو السلام عليكم يا اهل الباب، ايش حاجة؟ اقفل ولاعة تاني عشان ما تخلصش. يلا بينا نطلع. احنا الباب رقم كام؟ والله ما فاكر. يلا بينا عادي، عندنا ماشيين وخلاص. هتلاقيها هنا دلوقتي، باب رقم 20. هو يا رجالة دخلنا باب رقم 20. حاسس ان في حاجة تقع عليا هنا، مش عارف ايه الغدر. يا اوكي حاجة هنا، لم فلوس بقى عشان محتاجين شوية فلوس. ممكن في حاجات تيجي نشتريها، انا فاكر ان في حاجات لازم نشتريها اصلا. اوكي يلا. هي انت اللي طلعت صوت صح؟ حاسك. باب رقم 21، في صوت هنا يا جدعان. لو وحش المرعب ده مش جاي تاني ولا ايه؟ هيجي هنا ورانا حاجة، حاسه جاي. دهب ده ودي يا زميل. ايه ده؟ شمعة دي ما بتطفيش؟ تطفي يا عم عادي. جاي 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 ولا لا؟ ايوه جاي. ايه ده ايه ده؟ انا مش اتخبيت يا جدعان. سجل التاريخ، اشهد يا زمان، انا دلوقتي في الباب 21. اطلع يا عم انت جاي تسحب دلوقتي. انا خلاص هربنا منه، انا معرفش هربنا منه ادينا دمج ليه. يلا 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 هتخلص. خلص خلص السيرفر ده. اف باب رقم 24، باب رقم 25. نتأهب بس كده عشان في حاجات بتفجع جاية دلوقتي. اوكي باب رقم 25، كام باب رقم كام بس؟ باب رقم 25، يبقى نخش 26 مش 25 بقى. نخش ليه 25؟ 26 ايه العيون دي؟ العيون كلها بصاصة يا رجالة. 27 انا مش شايف حاجة. اوكي تعال بس نشوف هنا في حاجة. مش فاضي يفتح لنا. فين الباب يا جدعان؟ هنا؟ اوكي باب رقم 28، شيل بقى البتاع دي. خلاص يا رجاله اتدفى اتدفى اتدفى. بس خلاص اتدفينا. اوكي في باب فتح هنا اصلا، وباب فتح هنا. شوف حاجه هنا ممكن ناخدوها عادي يعني. يا رب بس الوحش ما يجي ويقفل علينا النور عشان ما بحبش اما يقفل النور عليه. اوكي فلوس بلا فلوس، ده على المصلحه بين عندها كده. واحنا كده كده محتاجين مفتاح صح؟ محتاجين مفتاح. يلا بقى ندور على المفتاح بالمره عشان نهرب من البيت ده. بس انا عايز اعرف انا اتدمجت ليه يعني، هو قبل وخلاص. ايه الصوت ده؟ كيف مفيش حاجة هنا؟ يبقى خلصنا ده وده وده، وفضل الباب اللي في الوش ده، وفي بابين اربع بابين قدام. ماشي كده اوكي. رسالة إلى أمي، أنا وصلت للباب 29 بكل مجهود وجدارة. فين فين فين؟ فين هيرجعني؟ أخش الباب ده. حاجة هنا يا عم، أحسن يجي حد يرجعني ويموتني. نقطة ناقصين عمر. يا ربي يا رب على الطاعه. اطلع لازم تكون متمكن كده، انا هخليك واثق من نفسك. على شويه هيل الباب اللي في الوش. في حاجه هنا يا رب انها مفتاح. في حاجه بتنور هنا ليه كده؟ يا هو المفتاح. يلا بينا المفتاح على طول، احنا عايزين نطلع خلاص. اوكي الباب رقم 30 وبكل جداره يا شباب وصلنا الباب رقم 30. اوكي اوكي الوحش جاي يا رجاله، الوحش جاي، لازم نهربه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنوصل هنوصل ان شاء الله. اجري 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 اجري. كراوتش اوكي 31. اجري 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 يا معلم، الوحش بيجري ورانا. رقم 32 اوكي 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 اوكي. اتفشخنا ونخش. يا ربنا انا عشان غبي هربت منه غلط. اوكي لا هنعيده من الاول. يا ربي يا ربي، ما انا اللي خلاني الف اللفه دي. ماشي ماشي المره دي نركز، المره دي نركز. ينفع اعمل ريفايف؟ عايز اعمل ريفايف.
انا عملت ريفايف، رجعت تاني للجاب. ماشي الحمد لله. احنا دلوقتي مش عارف في الباب رقم كام، بس ماشي هنشوف دلوقتي في الباب رقم كام. معلش يا رجاله والله عامل ايه. اوكي ريفايف ببلاش دلوقتي، اما بعد كده ببقى بفلوس. لا مش ده، مش هنا، مش هنا، ده هنا وده هتلاقيه هنا. انا عندي استعداد اشحن فلوس عشان اعمل ريفايف. اوكي وده هنا، حط ده هنا كده. اوكي فين الباب؟ باب رقم 36. عدى 6 باب كده عادي مرة واحدة. اوكي حاجة هنا؟ مفيش حاجة. احنا معانا كان واحدة ريفايف بس اصلا، يعني هي اللي موجودة. ربيت الرف. ايه اخش مني؟ اخش مني؟ اخش مني؟ مفيش من هنا حاجة تخش هنا. لا نشوف فوق في حاجة تخش منها ولا لا. 37 ونخش منين يا جدعان؟ هنا؟ هنا اهو. اوكي اهو الباب التاني. لا اهو هنا 38. ايه هنا على الرعب. بص في الارض. طيب هو دمجني ليه يا جدعان؟ بيدمجني ليه؟ انا مش فاهم ايه العبط ده. كام ده الباب كام؟ ايه انا اعرف منين بقى يا ربي؟ شوف نرجع الباب التاني لازم. يا شخبط على كل البيبان، شكلنا هنموت كده يا رجاله. قول 38 بتهيألي 40، 40 ده 39 التاني 40 اكيد. 40 40 40 40 ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. مش ناقص اموت انا بيه، دمجه بالعافيه لازم تموت. ايه نقول لها يا رجاله؟ الحمد لله. اقفل بقى، نطلع من الباب رقم 42. اوكي الباب رقم 43. يا وصلنا لحته بعيده والله. اوكي الباب رقم 44، الباب رقم 45، الباب رقم 46. يلا الباب رقم 47 هيجي ورايا تاني دلوقتي، هيجي ورايا تاني. يا رب نعرف نعدي منه بس، يا رب يا رب يا رب. هو انت طالما لسه طلعت تقول ده هتلاقيه بيجري وراك ولا ايه؟ لا بس بس يلا يلا ما تبقاش طماع. اوعي دايما يا جماعه. الباب رقم 48، 49. اوكي يلا على الباب رقم 50 على طول. اوكي بسم الله. البتاع ده يا جدعان ما بيسمعش، ما بيسمع قصدي بس ما بيشوفش، فاحنا لازم نطاطي كده. اوكي في كتب هنا بتدور عليها. اوكي نروح ناخد الورقه اللي احنا محتاجينها عشان نعرف احنا عايزين الكودات اللي احنا عايزينها. اوكي ادي الورقه. اوكي عايزين الاكواد دي، يلا بينا ندور على الكتب بقى والاكواد. انا عارف بتاع الباب. الكتب هنا محتاجينها، هنا ما فيش. ورا هنا صوره في صوره جنب جنب. نروح احنا الناحيه التانية. طيب كتب كتب فين يا عم؟ الكتب يا عم مش لاقي ولا كتاب. اعتقد في كتاب هنا. الكتاب ده رقم 4 بتساوي اكس. اوكي هي كتب بتظهر. ده كتاب بره الازرق. كتب يعني في معنى كتابين دلوقتي. ده ايه كده؟ الله يمن. اوكي مفيش مفيش كتب. اهو كتاب اهو. اوكي احنا عايزين ايه؟ الكتب اللي عايزينها ايه؟ ما تمشي بقى اللي هو المثلث ده والمربع السداسي والشكل السداسي والشكل الرباعي. يلا يلا جاي 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 على البلف. جاي من هنا جاي من هنا. كتاب اهو، في كتاب هناك اهو. جاي 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 وفي كتاب هناك اهو. لا امشي بقى مبقاش بير. اوكي في كتاب اهو اخيرا. في كتاب هناك تاني. طب نشوف الورق الحاجات اللي معانا ايه. اوكي مفيش نجمة، في مربع وسداسي معناش مربع. اوكي نروح نجسه بقى الدنيا. يا رب جايلي جايلي متخافش جايلي. اوكي اوكي نروح الناحية التانية نجيب الكتاب اللي هناك اللي بينور ده. احلى حاجة ان هو عامل كتاب كتب بتنور. جاي ورايا ولا ايه؟ اوكي كتابه. اوكي في كتاب الناحية التانية، في كتاب هناك لانه كلهم كده. يلا 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 بينا. كتاب اهو كده تمام. ده اتهور يا جدعان. فاضل راح جاي عند الحتة دي يعني. اوكي نشوف الحاجات اللي معنا. اوكي دي استنى استنى نخش هنا معانا اكس نكتبهم. نكتبهم معلش عايزين اكس. نطلع دلوقتي
اوكي نشوف احنا عايزين ايه. سداسي ودايره وده. خش خش خش. اوكي ومربع. السداسي ده بتسعة، تسعة. الدايرة بخمس. الشكل السداسي ده الخماسي بخمس. المربع باتنين. ايه تاني؟ والمثلث، المثلث بسبعة. خش بقى متحور يا جدعان. اوكي اول حاجة الشكل ده بتسعة، ماشي. تسعة دمرنا. تسعة خمسة خمسة سبعة اثنين. تسعة خمسة خمسة سبعة اثنين. اوكي فتحش ليه؟ فتح فتح. يلا بينا يلا بينا. هربنا منه الحمد لله. هربنا من واحد. ازيكم يا رجالة، السلام عليكم. عندكم ايه هنا؟ الصليب ده ب250، ده المفتاح نشتريه. عايزين فيتامين الصراحة. اضرب لك واحدة. فين ده؟ ده بتاع سرعة. وهذا الصليب ده هنحتاجه برضه، ده ب50 معناش فلوس. اوكي يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ شكرا يا رجالة على الحاجة والله. حبيبي يا حمو يلا بينا. هربنا من الراجل الوحش ده، وحش المرعب يخرب بيت الرب. بسم الله عدينا منها بالعافية. يلا بينا يا رب نخلص اللعبة دي. الباب رقم 54، الباب رقم 55. احنا خلينا ماسكين الصليب. جاي جاي جاي. تمسك الصليب. اوكي فتح الباب. لا فوق بقى نخشه. الباب رقم كام؟ 56. سجلنا رجاله 56. وصلنا الباب رقم 56. اوكي الباب رقم 57 برضه. بس 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 ماشي ماشي الحمد لله. الباب رقم 58. السؤال اللي احنا مش نكيل. 59 60 ايزي. اقفل ولا ما فاتحين عليه. باب رقم 60 فين؟ ايه ده ايه ده كل. اوكي اوكي رجعنا. عايزين نطلع من هنا بس تبقى لاحظ. عدينا بالمشين بنطش حرفيا. اوكي هين باب هنا. اتلات في حاجة من ورا هنا. 61 في من هنا. عايزين نطلع من هنا. اوكي نزلوا تحت. اوكي هنا هاو. يلا بينا كده فتحنا الباب. نرجع من هنا كده فوق تاني ولا نرجع فين؟ يلا بينا يلا بينا على الباب رقم 62 يا جماعة. باب رقم 62. اوكي مفيش حاجة فاضي الحمد لله. اوكي 63 عشان النور. هيقفل النور. خلينا ماسكين بتاع ده عشان نبقى يرجعنا بقى. باب رقم 65. ده 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 حبة تحت اي بتاع. اوكي مرعب. سو كريبي سو كريبي. الو مش شايف حاجة. مش المفروض نفتح الباب يا جدعان؟ انا بطش. عايزين فلاش. ده سرير ده سرير. ده الباب اللي جينا منه. اوكي ده الباب اللي هنطلع منه. خلينا ماشيين فيها شباب الهوب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان زماننا ميتين. ما عشان مش شايف حاجة اعمل ايه طيب؟ يلا هنلوك. اوكي باب رقم 68. عايزين نشتروا اللايتر يا جدعان. اي لايتر هنا اي حاجة. اي حاجة اي لايتر. قعدت المعتادة معلش يا جماعة المعتادة. الحمد لله الحمد لله. يلا بينا. جاي جاي امشي انزل انزل. الحمد لله ما جابنيش. انت بتيجي تبوظها عليا يخرب بيت امه. اهو نور نور يا جدعان. عايزين فلاش اي حاجه تنور لنا. هيل باندج باندج. اوكي اي حاجه تنور لنا. طريقنا الله ينور طريق. بس الباب رقم 70 ولا ايه؟ احنا وصلنا الباب رقم 70 اوريدي. في حتة هنهربوا منه دلوقتي يا رب. باب رقم 72. باب رقم 73. كم بدل الصور دي؟ هنا هنا. لا مش هنا. دي هنا ودي هنا ودي هنا. مينفعش تديله مكافأة فلاش. باب رقم 74 يا رب. دي هي الطرقة اللي هنهربوا منه. 75 هنا. اوكي لازم ندور على المفتاح. يا رب فلاش يا رب يا رب فلاش من عنده. فلاش الحمد لله. سرب وغلق الصرف. ينعل شكلك. مفتاح اهو مفتاح.
هات المفتاح ويلا بينا. اوكي ايه العيون دي كلها؟ هنا هنبدأ منه. بسم الله نركز بقى. بسم الله الرحيم نركز عشان عايزين نهربوا منه بكل سلاسة ما نهبلش بقى المرة اللي فاتت. يلا بينا. بسم الله الرحيم عايزين نخلص اللعبة دي يا جدعان. يلا 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 اوكي اجي 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 مش من اولها كده. يا خسرنا. يلا 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 بسم الله الرحيم بابا بابا اوكي يا جدعان. ما مش شايف الباب فين. ايوه يا جدعان ماشي 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 اوكي بس كده يا جماعه وخلاص فيديو النهارده. لو عايزين نكمله عادي ممكن نكمله نوصل لحد الباب الاخير مش عارف بس صعبه اللعبه صعبه هي حلوه بس صعبه. بس لو عجبك الفيديو سيشن لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي يلا وانتظروا فيديو بروبلوكس مع اخويا هو اللي بيلعب بس. يلا اشوفكم الفيديو الجاي يلا سلام.